نظرا للتقلبات الجويه السائده سخرت المجموعه الاقليميه للدرك الوطني بجايا كل الامكانيات الماديه والبشريه الضروريه من اجل فك العزله عن مسالك القرى والمداشر والتقرب ايضا للمواطنين وتقديم يد المساعده لهم والسهر على سيوله حركه المرور. في هذا الاطار قام افراد الفرقه الاقليميه للدرك الوطني بشلاطه رفقه مختلف الشركاء بفتح الطريق الوطني رقم 26 الف الرابط بين بلديتي شلاطه وولايه تيزي وزو وتنظيم حركه المرور، كما وضعت القيادة تحت تصرف المواطنين خط أخضر 1055 من أجل الاتصال الدائم والمستمر والإبلاغ عن أي غلق للطريق من أجل التدخل الفوري.